وصلنا على بركة الله وتوفيق مشاهدينا ومشاهدينا الكرام نرحب كم على الخير انطلقنا بحضرتكم مع شوط الختام الذي تم على انطلاقته بعون من الله وتوفيق دائما نقدم الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الميدان ميدان السمحة على حسن هذا التنظيم الرائع والجميع الكل يشكر بهذا التنظيم المستمر والجميل شوط الختام سار قبل قليل على ما يبدو لي حمل عنوان الزمول المهجنات الأسائل ولكن لنا عودة لأشعار الطنيجي الذي قدم مفاجآت هذا الشعار بكل أبداع بكل الإنجازات المستمرة شكر لمرافق هذا الشعار محمد بن بن مصبح بن عبيد الطنيجي الذي رافقنا بتوقيت زمني 10 دقائق 15 ثانيه 64 جزو بشوط الزمول المحليات الاصيل نبدا برحله جديده من رحلات الخير والمعترك الاول ننطلق الى زمام الامور بطاش يتقدم خليفه ثاني الرميث غاد الصدار النقله التاليه الى المركز الثاني راهياتي محمد بن حميد بن كديده مثل ميدان الذكية تقدم النقلة التالية إلى وين المركز الثالث الفارس محمد بن حميد بن كديدة قادم يقدم لنا هذا الأشعارين القادمين والمركز الرابع أعود مباشرة إلى شاهين أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي انطلقنا إلى رابع الأسماء ومن ثم بنعود إلى المركز الخامس ناخذ جولة إلى نشوان على ما يبدو لي خليفة بن ثاني الرميثي الذي غاد المستوى الخامس والمركز السادس وصل أشعار الجري الذيب يتقدم وهناك أبو سيف ياتي السعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي هذه نتيجة لست الأوائل مع شوط الختام مع شوط الوداع الله يا متتابعة الله يا مترافق الاسماع إلى زمام الأمور عودة إلى زمام الأمور وين الصدارة هنا يهيمن على البداية راء هناك شاهين قدم العرض أبو سعيد بدأ يتحرك أبو سعيد بدأ يقود الصدارة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي الذي يتولى السلالة الشاهينية ولكن هنا يتواجد بطاش له رأي آخر أبو ثاني خليفة بن ثاني بن يقود المسار الثاني وعينه الى صداره الشوطه النغله الثانيه مباشره وصل اشعار الجري وصل الذيب الذي قادم يقدم ابو سيف من موقع الى موقع الشاعر قادم اشعار الغمه شاعر الغمه وابداعات كبيره مشكور ابو سيف النغله التالية الى المركز الرابع اتابع راهي الذي وصل محمد بن حميد بن سلطان بن قديده اهالي ميدان لسيلي حاضرين بكل الابداع النغله التاليه الى المركز الخامس من يحمل الرقم اثنين ما يبنى لطاري غازي وصل بن براق الهاجري محمد بن عبد الله بن براق الهاجري يغود غازي بالمسار الخامس المركز السادس وين رافقنا الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن كديده هذه الاسماء الذي تشارك ولكن شد الحيل يا بن براك دير بالك دير بالك الامور هذا الشعار قدم العديد اذا بنكتفي بهذا الغدر بنعود الى الصداره العوده الى السلال الشهنية الى شعار بن واخباره على مقدمة الشوطه دير بالك دير بالك يا ممثل السمحه ولكن ابو ثاني له راي اخر يقدم لنا بطاش الذي قدم الذي بدا يطيش ويطيش اوه الامور بدات بالخطر لافته ثلاثة كيلو مترات بدين نتخلص منها بدين نغادرها باريحيه ولكن على ما يبدو لي والله ما في اريحيه الذيب واصل يا اخواني الشاعر واصل الله, الله يا متتابعة. سعيد بن حمد بن محمد بن دري واصل الله. الشاعر غادم بقوه لا رجعه عندما تابعناه سجل الدين نقطتين ياتينا بالمزيد المركز الرابع ارصدنا هناك الفارس يتابع محمد بن حميد بن قديده على المستوى الرابع والمركز الخامس اتسلل من قبل غازي يا اخواني سلاله ود الظبي سلاله شاهين ود الظبي الله يا من تتابع ابو هادي يغير من موقع الى موقع عينه الى الصداره شد الحيل يا محمد يا بن عبد الله يا بن براك الهاجري جماهيرك يطالبونك المركز الخال الرابع ولا الخامس المركز الخامس وصل وصل هيمان قادم وسيف بضاحي بسيف الرمادي يبنى الطاري هذا آه الشعار الذي قادم بابداعه المركز السادس وين نشوان يتقدم خليفة بن ثاني بن خليفة الرمذي ولكن وين يا اخواني وين بن علقاه وين روح بي مصور العزيز الله هذا السبوق ولا فنا روح يا بن علقاه ودير بالك وشد الحيل الجماعة والله الكل يبحث عن الانجاز لا حولا عن الانجاز الكل يبحث عن الابداع يدحيلك شد حيلك اذا هنا احمد بن سعيد بن سعيد المزروع يقود الصداره يتحكم بالغبض الانفراد المبكر بالابتعاد الكبير ولكن اتحرك ابو ثاني اتحرك بدا يطير من يقود بطاشه الذي قادم بدا يغترب يغترب خليفه بن ثاني الرميثي الرمذي المركز الثالث عطني اشعار الجريء الذي قادم بكل قوه

وما أدراكم بالذيب وما الكذيب غادم بقوة يرافقه سعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي الشاعر الشاعر وذكريات الشاعر عندما تابعنا العديد ياتينا بالسيوف ياتينا بالبنادق ياتينا بالرموز مشكور يا يا ابو سيف مشكور اذا نعود بنا الصداره يا مصور روح بينا الصداره روح به بي ما بين بن ثاني ما بين بن علقاه الحوار بدا مبكرا الصراع بدا مرير شوط الختوم شوط الختوم يا بن علقاه يا المزروعي والله خمس كيلو مترات خلصناها ريحية ولا ما في الكيلو الخطير هذا الكيلو ما بعده الا ناموس غيرنا الكيلو تخلصنا من الكيلو أعود بنا الى الزمام التحرك بن علقا لا يزال هو الاقرب لا يزال هو الاقرب يقود الصداره بحنكه ممتازه بفكره كبيره بانجاز ممتازة مشكور يا احمد يا بن سعيد يا مزروعي يا بن علقا ولكن دير بالك دير بطاش بطاش الذي بدا يغترب خليفه بن ثاني بن الذي يرافقه على المستوى الثاني المرقد الثالث يا اخواني اشوف الذيب بدا يتحرك بدا يقترب رويد رويد الامور يبدو لي بالخطر اللحظات الحاسمه اللحظات الحاسمه روح يا بن علقام بن دري والله واصل الذيب واصل الذيب واصل هالي العين هالي زاخر واصلين كنا ممثل ميدان السمحه ممثل ميدان السمحه الاقرب بابداعه يا بن علقاه الله الله الحذر يا اخواني الذيب الجري واصل الجري واصل والله من تشوف شعار الجري شد حيلك شد حيلك الله 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 الذيب 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 الله والله الشاعر خطير يا اخواني النقطه الثالثه ذهبت الى العين دار الى ميدان السويحان الى ميدان وين ما يكون هذا الشعار المعتاد شكرا لسعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي مشكور يا ابو سيف باسم كل الجمهور يا راع الذيب وانت ذيب غمه على غمه الله يا ابو سيف مشكور يا ابو احمد مشكور باسم كل الجمهور المركز الثاني اذا عندك يا مالك المركز الثاني هناك لشعار احمد بن علقاه المزروع يقدم عرض ما يشكر عليه بانجازه المعتاد شكرا يا ابو سعيد والمركز الثالث وصل فيه بطاش لخليفه بن ثاني الرميثي والمركز الرابع متابعينا الكرام في كل مكان حيث بناخذ الاسماء الذي شاركتنا ولكن اعود بالتوقيت الزمني آه تسع دقائق 52 و95 جزء من الثانية لا يزال التوقيت تحت أقدام هناك مشهاب لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي مشكور يا الشاعر المركز الثالث وصل في حام رقم 12 عدينا عندك خليفة بن ثاني والمركز الرابع يصل في حام رقم 10 سيب بن ضاحي المزرعي والمركز الخامس تهانينا لمحمد بن عبد الله الهاجري والمركز السادس يحمل الرقم سبع الفارس محمد بن حميد بن كديده الفلاسي الى هنا عدينا لكم ملخص هذا الشوط وعدينا متابعه هذا الابداع كل الشكر لكم على حسن المتابعه شكرا مصورنا وشكرا لزملائي على حسن التواصل